بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 32 من الكتاب 46، كتاب البر والصلة والآداب. باب النهي عن ضرب الوجه. يعني لو الإنسان المسلم بيضرب ضرب تأديب، لأن لا يتصور في المسلم ضرب تعذيب، لا يتصور في مسلم محترم يضرب إنسان عشان يعذبه. اللي يضرب إنسان عشان يعذبه ده إبليس، كافر، مجرم، قليل الأدب، مش مسلم كده. إنما المسلم ما يعرفش حاجة اسمها التعذيب، يعرف اسمه ضرب التأديب. كويس؟ فضرب التأديب غير ضرب التعذيب. فإن كان ولا بد هتضرب ضرب تأديب يبقى تجنب الوجه. وإيه الفرق بين ضرب التعذيب وضرب التأديب؟ ضرب التعذيب المقصود فيه الإيلام والإذلال، وضرب التأديب المقصود فيه التقويم لأن يكون أحسن. ضرب التعذيب يترك أثر نفسي وأثر بدني. كويس؟ يترك اثر بدني، تبص تلاقي ايه اثره باين على جسم الانسان، واثر نفسي كمان. اما ضرب التاديب فلا يترك اثر بدني لكن يقوم النفس. فهم؟ بحيث انك انت لما تنظر للانسان اللي ضرب ضرب التاديب ما تلاقيش على بدنه اثر ضرب، لان ليس المقصود من ضرب التاديب هو الايلام النفسي بل هو تقويم النفس. كويس؟ فان كان ولا بد معلم هيضرب تلميذه، شيخ يضرب تلميذه علشان يعلمه القرآن، أب بيضرب ابنه علشان يعلمه حاجة أو أخطأ في شيء، يتجنب الوجه. وإذا ضرب لا يضرب ضربا يؤثر على الجسد يترك فيه أثر. كذلك ضرب الزوج لزوجته لتأدبها إن لم تسمع، مش ربنا بيقول واضربوهن؟ طيب يبقى نفس الطريق، ما كانش يتجنب فيه الوجه. وإذا ضرب ضرب لا يترك أثر ولا يكون أمام الناس كمان، لان لو كان امام الناس يبقى فيه اذلال، واحنا قلنا ضرب التاديب لا اذلال فيه، يبقى ما يكونش امام الناس. هيضرب مراته ما يضربهاش قدام ولاده ولا قدام الجيران ولا في الشارع، لان دي مش رجوله. فهمت ازاي؟ دي مش رجوله ولا شهامه، دي خسه ونزاله. اللي يضرب امراه خسيس وندل، اعرف دي كويس. فلو كان ولا بد هيضربها يبقى يضربها يتجنب الوجه وفي حجره مغلقه بينه وبينها. فهمت ازاي؟ كذلك ابنك عايز تأدبه ما تضربوش قدام الاولاد التانيين زمايله، لان كده تكسفه امامهم، يبقى انت كده اذليته مش بتضربه، بتأدبه. فهم؟ يبقى لازم نعرف ضرب التأديب ان يكون في مكان غير عام ليس امام الناس، ويتجنب فيه الوجه، ويتجنب فيه الإيلام المبرح الذي يؤدي إلى ترك أثر جسماني وأثر نفسي. فهمت؟ لو انتقل ضرب التأديب إلى ضرب التعذيب وقعنا في الحرام، وقع في الحرام، وإن الله يعذب من عذب الناس يوم القيامة، على طول دخلنا في مشكلة بقى مع الله. فهمت؟ لأن ربنا لا يقبل أنك تعذب خلقه. فهمت؟ ولا حتى تعذب نفسك، تصدق بقى؟ حتى لو قعدت تعذب نفسك تحرق ايدك، تشكشك في ايديك، حرام، ربنا يقول لك حرام برضو، انا ارحم بك منك. مش تقول طب انا حر بقى جسمي انا اعمل، لا حرام برضو. فهمت بقى؟ ان الله كان بكم رحيما. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للامام مسلم في صحيحه الحديث 17 بعد 806,000، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا المغيرة يعني الحزامية
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. قاتله يعني ضربه، يعني معنى قاتله، إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. والكلام ده موجه للأب مع ابنه، والأب مع زوجته، والزوج مع زوجته، والأخ مع أخيه، والقرين مع قرينه، والإنسان عموما مع أي إنسان. فهم؟ يعني ممكن تقول أخاه هنا أخاه في الإنسانية، أخاه في الإنسانية حتى بأي دين. المسلم ما يحبش يعذب حد. طب هات لي كده الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته كلها، هات لي جاب واحد عذبه. اقرا السيره من اولها لاخرها. طلع لي كده الرسول في مره واحده جاب واحد عذبه. ما حصلش. تقول لي اصل الراعي، فاكر انت حديث الراعي اللي هو ايه؟ سمل عينيه، امر بسمل عينيه. ده كان قصاص لانه عمل كده اصلا ايه؟ لما سرقوا البتاع. عمل كده في الراعي. فلما عمل كده في الراعي قتله وخز عينيه وقطع اطرافه، فالنبي امر ان يتعمل فيه عقوبه ايه؟ لانه عمل كده من باب القصاص. ولكن لم يبتدي النبي ابدا من باب القصاص حتى يزجر غيره، عشان ما حدش يعمل كده تاني. فهمت بقى ازاي؟ بس غير كده ما كانش النبي يعمل صلى الله عليه وسلم ابدا. بل النبي حياته كلها مبناها المسامحه والتنازل عن حقه للخلق والدعاء للناس حتى من أذاك أنا يدعو إليه بالخير صلى الله عليه وسلم. هي دي ملخص حياة النبي، رحمة للعالمين. وعن أبي قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بهذا الإسناد وقال إذا ضرب أحدهم حتى السيد لخادمه أو لعبده، كل ده برضه مش علشان هو عبد عنده رقيق يقوم يضربه على وجهه، ما ينفعش برضه لأنه ده خلق الله. فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة سمع أنه سمع أبا أيوب يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. وعن أبي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى حاء قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ابن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. خلق آدم على صورته يعني على صورته. الضمير هنا هل يعود على آدم ولا يعود على الله؟ فهمت إزاي؟ ولا يعود على مين؟ اختلف العلماء. فهو من ايه؟ من متشابه السنة. تكلمنا عن الحديث ده قبل كده باب الايمان على فكرة. يبقى هذا الحديث من متشابه السنة، لان الله لا صورة له، لان الصورة قيد والله خارج القيد. فازاي يكون الضمير يعود على الله بمعنى الصورة والصورة قيد والله خارج عن القيود؟ الصورة تحيط بالمصور، مش كده برضه؟ والله بكل شيء محيط لا يحاط به علما فلا يتصور، مش كده برضه؟ فازاي يبقى الضمير يعود على الله؟ فقالوا لا، ده يعود على الله ان قلنا انه يعود على الله ان قلنا، واذا احد التاويلات يعني على صفته لا على صورته. يعني يبقى صورتنا معنى الصفه. الله له اراده خلقك لك اراده، الله له مشيئه خلقك لك مشيئه، الله سميع خلقك تسمع، الله بصير خلقك تبصر. فهمت بقى ازاي؟ يبقى ايه؟ ادي معنى يعني على صفاته، اعطاك من صفاته، تجلى عليك ببعض صفاته، تجلى عليك هو الموجود، تجلى عليك بالوجود، هو المريد، تجلى عليك ان لك اراده، هو السميع، تجلى عليك بالسمع، هو البصير، تجلى عليك بالبصر، هو العليم، تجلى عليك بانك ممكن تكون ايه؟ من اهل العلم وتدرك العلم. فهمت بقى ازاي؟
يبقى صورتي هنا لو حملنا الضمير على الله فنفهم من الصورة معنى الصفة لا معنى الصورة. لماذا؟ لأن الصفة مطلقة، واخد بالك، ولا نهاية له، لا يعني السمع إذا وصفت به فيبقى بما يليق بك، والسمع إذا وصف الله بما يليق بالله، لكن كلمة السمع دي ملهاش قيد، فهمت بقى؟ بخلاف الصورة، الصورة لها قيد، لها مظهر، فهمت؟ والمظهر قيد. يبقى لو حملنا الصورة بمعنى الصفة اتحل الإشكال، ويبقى الضمير هنا يعود على الله، ما فيش إشكال، خصوصا إن وردت رواية إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، الرواية تؤيد. بعض العلماء قال لك لا لم تصح، ويبدو أنها رواية بالمعنى، رواها أبو قتيبة بالمعنى، ما فيش حد قال سورة الرحمن دي إلا رواية عن طريق أبي قتيبة، ويبدو أن الراوي رواها بالمعنى، فهمت إزاي؟ وبالتالي ولا إن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورته الحقيقية الآدمية دي، وما كانش يرد واتقلب بها إنسان ردا على داروين، فهمت إزاي؟ يعني آدم مخلوق راجل من أوله، ما اتخلقش الأول خلية وبعدين بقت الخلية دي تحلب، وبعد التحلب ده بقى حيوان، وبعد الحيوان بقى سمكة، وبعد السمكة بقى قرش، وبعد القرش بقى قرد، الكلام بتاع إيه؟ نظرية التطور ده. يبقى خلق آدم راجل من الهدوم وكده، من أول ما اتخلق بهذه الصورة، تمشي وتبقى رد على الدارونية، إن الله خلق آدم على صورته، يعني صورة الآدمية، على الصورة الآدمية المعروفة، فهمت ازاي؟ تحتمل هذا وتحتمل هذا، وحديث النبي كبير، وممكن تحتمل معنى ثالث، ان الضمير هنا يعود على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ان الله خلق ادم على صورته. لماذا؟ لان النبي هو ضمير الاكوان، لان النبي هو ضمير الاكوان، هو روح الارواح، فهمت ازاي؟ ويبقى ان الله خلق ادم على صورة محمد، يعني على صورة اسم محمد، الميم رأس والحاء، واخد بالك، الميم اهي الراس اهي، والشرطه بتاعت الميم الرقبه، وبعدين الحاء اما تتكتب من الناحيه دي، والحاء تتكتب من الناحيه دي، تعمل الرئيل الايدين الطرفين العلويين، وبعد كده شرطه الحاء تعمل الجذع والصدر، مش كده برضو؟ وبعدين الميم الثانيه تعمل الاليتين، وبعدين الدال تعمل القدمين. يبقى الانسان مخلوق في صورة ايه؟ اسم محمد، فهمت؟ لان ربنا لما احب محمد خلقه، خلق كل الناس على هذه الصورة حتى يرحمهم، ينظروا اليهم نظرة محبة ورحمة، تحتمل كده. واللي ذهب الى هذا المعنى كثير من علماء الصوفية، وان الضمير هنا يعود على سيدنا محمد، ان الله على الاسم، يعني الاسم المحمدي، اسم محمد. وفعلا انت لو بصيت لاسم محمد وكتبته كده تلاقي الميم كالرأس، وشرطة الميم رقبة، والحاء لو قريتها من الناحية دي تعمل شرطة كده، ولو قريتها من الناحية التانية تعمل شرطة كده، وبقيت ايه؟ شرطة الحاء ماشية تكون الصدر والجذع، وبعدين الميم التانية تكون التقاء الاليتين مع بعض، وبعدين بعد كده الدال فتحة الرجلين، ويبقى ما فيهاش اشكال، تمشي، واخد بالك ازاي؟ ولا ما تمشيش؟ تمشي، تحتمل وتحتمل وتحتمل وتحتمل، واحاديث النبي تحتمل كل المعاني دي، ولكن على الا تحتمل معنى القيد في ايه؟ في الصوره، ان جعلت الضمير يعود الى الله. فهمت بقى ازاي بس؟ وتبقى لو جعلت الضمير يعود الى الله يبقى الصوره بمعنى الصفه، وتحلت الاشكال. واضح؟ فلما كان الانسان على هذه الصورة الشريفة، يبقى لا يصح انك انت تضرب هذه الصورة الشريفة، لان موضع التصوير والجمال في الوجه، فما تجيش بقى في موضع تجمع الجمال كله وهو في الوجه، فيه الحواس كلها، مش كده؟ فيه السمع، فيه البصر، فيه الشم، فيه الذوق، واخد بالك ازاي؟ والرأس نفسها فيها العقل، محل الادراك، وبالتالي ما تجيش على محل كمال الانسان وتضربه عليه، لان قد يؤدي الى الضربه لو شديده، قد تؤدي الى ايه؟ فقده بعض الحواس، او خلل في بعض الحواس، فهذا لا يليق، فهمت بقى ازاي؟
وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن يحيى بن مالك المراغي وهو أبو أيوب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق. عذب الناس بغير حق لأن قتال الكافر بحق فيه نوع من التعذيب يتألم، بس ده بحق. إذا كان الكافر حربي جاي يحاربني يعتدي علي لابد أن أنا أدفع إيه اعتدائه، يبقى ده بإيه بحق. فهمت إزاي؟ إنما لو بغير حق حرام. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولو كان كافر غير معتدي واعتديت عليه يبقى كده حرام. إن الله لا يحب المعتدين، معناه لا يحب المعتدين يعني إيه؟ يعني يعذب المعتدين. شيل لا يحب معناه يعذب على طول كده، ويحب معناه يرحم على طول كده. لا يحب المعتدين يعني يعذب المعتدين، مش كده برضو؟ لأن اليهود والنصارى لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، أم ربنا قال لهم إيه؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لو كنتوا أحبابي ما عذبكوش. فهمت بقى إزاي؟ فدل على أن المحبوب لا يعذب وغير المحبوب يعذب، فمعناه ان الله لا يحب المعتدين معناه يعذب المعتدين. فهمت بقى؟ وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروه عن ابيه عن هشام بن حكيم بن حزام قال مر بالشام على اناس وقد اقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، لان الزيت لما يتحط على الانسان على جسمه ويقف في الشمس الزيت ترتفع حرارته جدا، يقوم يحرق جلد الانسان من باب التعذيب يعني واقفين ناس في الشمس بيعذبوه. فهم؟ فقال ما هذا؟ قيل يعذبون في الخراج. طلعوا ان هم ايه من اهل كتاب ما دفعوش الخراج، فوقفينهم كده طوابير في الشمس بيعذبوه عشان يدفع الخراج اللي هو بتاع ايه اهل الذمه. فقال اما اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا، ان الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا. فهم؟ فحرام انك تعذب الناس ايها المسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال مر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس. الأنباط اللي هم فلاحي الأرض اللي بيفلحوا في الأرض، قد أقيموا في الشمس. فقال ما شأنهم؟ قال حبسوا في الجزية. فقال هشام أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع وأبو معاوية حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. يعني لما يبقى واحد عقوبته ماليا لا يعذب في بدنه، يعذب في ماله. فاهم؟ دول عقوبتهم مالية ما دفعوش الجزية، طب انا اعذب ابدانهم ليه؟ فهمت بقى ازاي؟ ابيع املاكهم، اعمل حجر وابيع بعض املاكهم وناخد حق الايه الحكومه منه وخلاص، لكن ليه اعذبهم في ابدانهم؟ فهمت بقى ازاي؟ هنا عقوبه ماليه، طب بتعذبهم ليه في عقوبه ماليه؟ مالكش حق عليهم. الجروح قصاص، لو جرحوا اجرحوا، لان هو هنا عمل جريمه بدنيه، اللي يعمل جريمة بدنية يعاقب قصاصا في بدنه، واللي يعمل جريمة مالية يعاقب قصاصا ايه في ماله، والسارق زجرا تقطع يده بس وخلاص وانتهينا زجرا، والناس لو عرفت مش هتلاقي ايد تتقطع اصلا، مش هيرضى يسرق، هيخاف على ايده، فكأنها تهديدية اكتر منها تتعمل. يعني كم ايد قطعت في الاسلام من يوم ما نزل حكم قطع يد السارق؟ هتلاقي ايادي معدوده. طب كم انسان قتل بغير حق بقى؟ الحرب العالميه الثانيه 60 مليون ماتوا، و40 مليون جريح وعنده عاهات مستديمه وتشوه، حرب واحده
بلا حق. مين المجرم؟ مين الارهابي؟ هم. بيقول لك على المسلمين، مش المسلمين ايه؟ هات لي انت المسلمين قتلوا مين في تاريخهم كله، حتى ولو بظلم بسبب جهل بعض الحكام، لا يتعدوا الالاف. انتوا قتلتوا ملايين الملايين، ملايين، وما زالوا الى يومنا هذا بيقتلوا. فهمت؟ الحرب العالميه الاولى 20 مليون قتيل. مين اللي عمل الحرب العالميه الاولى؟ مصر، المسلمين. فمين اللي عمل الحرب العالميه الثانيه؟ المسلمين. مين نشر الشيوعيه في الاتحاد السوفيتي وشمال اسيا وشمال اوروبا؟ لينين. لينين قتل 90 مليون، 90 مليون بني ادم قتلهم، ده غير اللي ما يتحسبوش ورماهم في التلج في سيبيريا، ماتوا من التلج لوحده. المسلمين قتلوا كام؟ حتى من الجبابره منهم اللي احنا اصلا لا نوافقه، الحجاج بن يوسف اللي قاعدين نقول عليه الحجاج الحجاج الحجاج، قتل 100,000 مجرم، انا معاك. لكن بالنسبه لهتلر وموسوليني ولينين والعالم دي يعتبر ايه؟ يعتبر ملاك، ما عملش حاجه. فهمت؟ فالمسلمين في الاخر يتهمون احنا بالارهاب وهم المجرمين. ده قنبله واحده راموها بتاعت ناجازاكي وهيروشيما، امريكا رمت موتت ملايين ممليانه، والى يومنا هذا ناس بيجي لهم سرطانات الى يومنا هذا من ساعه ما راموها. هم المجرمين، وفي الاخر عايزين يطلعوا المسلمين مجرمين. ده احنا المجرم من المسلمين ملاك بالنسبه لي، من ملائكه الرحمه بالنسبه لي. شفت قد ايه؟ فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين. وعن ابي قال حدثنا ابو كريم، لكن طول النهار قاعدين يقول لك ارهابي ارهابي، ويجيب لك واحد بدقن ارهابي ارهابي واحد بدقن، لما ربطوا الارهاب من كثره التكرار بالمسلمين. هما التكرار، الاعلام التكرار، ويجيب لك في الافلام ويجيب لك المسلسلات ويجيب لك مش عارف ايه ويقول لك ايه، وحطوا ده ما ارهابي ارهابي ارهابي، لحد لما المسلمين ابتدوا يصدقوا فعلا ان المسلمين ارهابيين. حتى المسلمين شفت خطوره الاعلام والتكرار. لكن اقرا التاريخ، مين الارهابي على مدى التاريخ؟ التتار كانوا مجرمين، قتلوا ودبحوا وعملوا ملايين ممليانه، وبعدين بعد ما هديوا دخلوا في الاسلام وحبوا الاسلام. لكن اتفرج مين اللي عمل الحروب الصليبيه وقتل ملايين ممليانه؟ الكنيسه في اوروبا هي اللي عملتها. هات لي انت مسجد من مساجد المسلمين كده دعا الى حرب وقتل الناس وقتالهم بالطريقه دي، كنيسه اوروبا كانت تجيش الجيوش عشان تيجي تقتل وتدبح الناس. 400 سنه قاعدين بيدبحوا الناس ويحرقوا بلاد الناس كلها بامر الكنيسه، وفي الاخر يقول لك المسلمين ارهابيين. ارهابيين ايه يا استاذ؟ ده الحمد لله احنا اتباع النبي، ده احنا ملائكه بالنسبه لكم. فربنا ينجينا. عشان كده لا تصغي كثيرا لتكرار الاعلام اليهودي الامريكي اللي عايز يتهم المسلمين بالارهاب. اقروا التاريخ وشوفوا مين الارهاب عشان تعرف الحق. وعن ابي قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع وابو معاويه حا قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير كلهم عن هشام بهذا الاسناد، وزاد في حديث جرير قال واميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين، فدخل عليه فحدث فامر بهم فخلوا. وعن ابي قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير ان هشام بن حكيم وجد رجلا وهو على حمص يشمس ناسا من النبط في اداء الجزيه، يعني مقعدهم في الشمس، فقال ما هذا؟ اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. يا سلام، تعرف انت بقى لو عذبوا الناس بالشمس بالنسبه للتعذيب اللي عمله المجرمين يعتبروا بينعموهم الوقت. ده احنا الوقت بيعذبوهم بالكهرباء ويقطعوا اطرافهم ويجوعوهم، واحيانا كمان يعني حتى يعذبوهم بالطعام، يركب له خرطوم في بطنه ويملى له بطنه طعام من خرطوم علشان يحس بالابتلاء ويعذبه، يعذبه بالنفخ، يحط له في القسط بتاعه وينفخه كانه فرد الكاوتش حتى تنفجر يعني وسائل تعذيب لدرجه بقت تدرس مجرمين.
فهمت ازاي؟ وفي الاخر يقول لك الارهابي هو المسلم. دول مجرمين. ليه؟ علشان كده ربنا هيعذبهم في النار، لان ربنا يعامل الانسان بعمله في الدنيا. ده لو ما دخلوش النار هم نفسهم لو ربنا سابهم كده هيعملوها نار، لان النار جواهم قبل ما تبقى خارجهم. هم اصلا اذا وجدوا في اي مكان يحولوه الى نار وجحيم. فهمت؟ فهناك مناسبة بينهم وبين النار اصلا. بابه ايه؟ مش سامع كويس. حدثنا ابو كريب. انا قريت كل الاحاديث. انت بتنام احيانا يا لقمان، احيانا تنام. اشرب قهوة قبل الدرس، اشرب قهوة عشان تنتبه. روحنا السودان لان عندهم حاجة اسمها ايه؟ اسمها جبنة قهوة برضو، بس ايه بيعملوها كده. كنت لو اعرف كنت جبت لك جبنة معايا. بابو أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها. ولو أنت ماشي بسلاح ممكن يعور الناس في وسط ناس زحمة، لازم تحط السيف في غمده وتمسك النصل بتاعه. ليه؟ مخافة في الزحام إنه يعور حد خطأ. فهمت إزاي؟ كل دي شوف الرحمة اللي المسلمين فيها، مش يمشي ماسك سكينة كده هو يجري يعور الناس، ما ينفعش. حتى انت لما تناول انسان سكين تناوله ايه؟ من المقبض بتاعها، مش تناولها له من سلاحها، تناولها له من المقبض. كل دي اداب اسلاميه. ليه؟ لان المسلم مش عايز يجرح حد. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهل المقصود بالمسلمون هنا المسلمين بس؟ يعني الباقيين لا يسلموا؟ لا، لان لو كافر وغير معتدي برضه لابد ان يسلم منك، لأن الله لا يحب المعتدين. يبقى لما قال المسلم من سلم والمسلمون من سلم يده، يعني من باب من باب تعظيم شأن المسلم، لا أن الحرمة متقيدة بالمسلم فقط. فهمت ازاي؟ بس تعظيم شأنه، لأن المسلم له حق آخر غير حق الإنسانية، حق زائل وهو حق الإسلام. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: مر رجل في المسجد بسهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. النصال جمع نصل، وهو حديدة السهم. السهم بيبقى فيه جزء منه حديد اللي هو بيخترق جسم إيه؟ الصيد. وجزء منه بيبقى فيه خشب وفيه ريش. فلما دخل بالسهام النبي قال له ايه؟ امسك بنصالها، يعني علشان تبقى ايدك حاميه الناس ما يتعوروش. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع قال ابو الربيع حدثنا وقال يحيى واللفظ له اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا مر باسهم في المسجد قد ابدى نصولها، فامر ان ياخذ بنصولها كي لا يخدش مسلما. وعن ابي قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. وقال ابن رمح كان يصدق بالنبل، يعني كان عامل نبل بيديه صدقة للناس يصطادوا بيه عشان يأكلوا، لأنه كان يستعملوا إيه؟ النبل ده يصطادوا بيه الفريسة عشان يقدروا يأكلوا يعملوا. فكان الراجل لقى إيه ده الزارع صنع نبل كتير ورايح يتصدق به للناس حتى تستعين به على معايشهم، يعني او يستعينوا به على الجهاد في سبيل الله. وعن ابي قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا مر احدكم في مجلس او سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها. شوف التكرار للتأكيد والتحذير.
قال: فقال أبو موسى: والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض. بيتكلم على أحاديث الفتن اللي حصلت وإن المسلمين تقاتلوا مع بعضهم. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء واللفظ لعبد الله، قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء، أو قال: ليقبض على نصالها. يبقى فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا، يعني لئلا، أي كي لا. أن دي بمعنى إيه؟ أن المخففة، يعني كي لا يصيب أحدا أو لئلا يصيب أحد. زي إيه في القرآن؟ زي: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أي كي لا تحبط أعمالكم. واخد بالك إزاي؟ أو لئلا تحبط عملك. باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم، ولو حتى على سبيل الهزار، إنك أنت بتدعبه ومن بعيد لبعيد كده تشير له بالسلاح كده، حرام. حرام برضه، لأن إخافة المسلم بغير حق حرام، ترويع المؤمن كقتله، حتى ولو على سبيل الهزار. ومش كده وبس، ده أحيانا بيحصل قتل. يعني احنا نعرف واحد يعني قريب لنا عنده سلاح مسدس في بيته، وهو باستمرار يبقى حاطه في الدولاب بتاعه، مفضيين خزانته بتاعته فاضيه خالص، فيبدو ان هو نسي وفي طلقه في الخزانه لسه وما حدش يعرف. اتنين من ولاده كبار في الجامعه، واحد منهم بيهزر مع اخوه بالمسدس، وعارف ان ابوه بيبقى مفضي المسدس، فمسكه كده وضرب قتل اخوه. لما الواد التاني جاله شبه لوسه كان هيتجنن، ازاي يقتل اخوه؟ عشان تعرف انه حتى لو بهزار ما تشيرش بالسلاح، ولو بهزار يتقلب بجد. فهمت بقى ازاي؟ اوعى. باب النهي عن الاشاره بالسلاح الى مسلم ولو على سبيل حتى اللعب او التهديد على سبيل ايه؟ اللعب. حرام برضه، لان ساعات يقلب بجد. وعن أبي قال: حدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر، قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. يعني حتى ولو كان بيعمل كده مع أخوه أو أمه، يعني هناك قرينة أنه ما يقصدش قتله، حتى لو كانت هناك قرينه تدل على انه ما يقصدش قتله، ده بيهزر. فهمت ازاي؟ فما بالك بقى لو كان اخوه مش ابوه وامه، مفيش قرينه في شفقه، مفيش قرينه الشفقه، احتمال يقصد يقتله فعلا. فهمت ازاي؟ وبالتالي النبي بيقول: حتى لو كان اخاه يعني من ابي وامي، يعني معناه حتى لو كانت هناك قرائن تدل على هناك شفقه بينهم، برضه حرام. فهمت؟ والملائكة تلعنه، تلعنه معناها ايه؟ معناها فعلة كبيرة، لأن الملائكة ما تلعنش إلا فعل كبيرة، معناها من كبائر الايه؟ الإثم. فاللعن علامة الكبيرة. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. بقتل أخيه أو إزائي، يعني بسبب إذا أخيه أو قتله يقع في حفرة من النار، نسأل الله السلامة. باب فضل إزالة الأذى عن الطريق. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. شكر الله له يعني إيه؟ يعني أثابه. يبقى شكر الله له يعني إيه؟ يعني أثابه. ودي من ضمن أسماء الله إيه؟ الشكور. الشكور يعني المثيب على فعل الطاعات. وعن أبي قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لا أنحين هذا عن المسلمين لا يؤذين فأدخل الجنة. يبقى لابد من نية. شفت بقى لما شال الغصن كده اللي فيه شوك من طريق المسلمين كانت نيته ايه؟ إماطة الأذى عن الطريق حتى لا يتأذى الناس. هذه النية في حد ذاتها دخلته الجنة. ما قالش بقى مع ان الراجل ده على فكرة كان بيصلي وبيصوم وبيحج وبيعمل كل وبيصدق وبيعمل كل حاجة، ربنا يدخله الجنة مش عشان كل الحاجات ده، يدخله الجنة عشان أمط الأذى عن الطريق. فأنت علشان كده لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تدري ما هو المعروف الذي تفعله يدخلك الله به الجنة، تعرفش. فلا تحقرن من المعروف شيئا. وعن أبي قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. شوف تؤذي الناس، يعني شجرة كده في الطريق مقطوعة والناس تمشي تتكعبل فيها تتعور منها تخبط فيها، فراح قعد هو ايه لما قطعها وسوى مكانها عشان ما تأذيش الناس. يبقى يا سلام اللي بيشتغل في سفلت الطرق ده عبادة كبيرة، اللي بيسفلت الطرق ويسد الحفر في الطريق للناس دي عبادة كبيرة جدا، ولو تناول عليها أجر وظيفة بس عبادة كبيرة، لأنه يمهد الطرق للمسلمين يسيرون فيها يذهبون إلى المساجد ويذهبون إلى مصالحهم ويذهبون إلى الأسواق ويقضون مصالحهم، كل دي عبادة كبيرة. فهمت؟ فلو فهم الرجل اللي بيسفلت الطريق والمقاول اللي بيسفلت الطريق ان دي عبادة، ما يغشش في السفلت وما يغشش في الايه في العمل بتاعه، لما يعرف ان ده عمل كبير، لما يعرف المسلم انه ما يضعش الاذى في الطريق، ما يبقاش بياكل ويحط اكله في شنطة ويفتح ازاز العربية وبيمشي ويرمي في الشارع زي ما بنشوف كده في بلاد كتيرة. ما ينفعش يروح برضه يتفسح ويقعد كده في جنينة وبعد كده اخر اليوم يروح سايب زبالته كلها هو وعياله في الجنينة وتنه ماشي، زي ما بيشوف كده الناس بتحترمش ايه الطرق العامة ولا المرافق العامة، وتترك ايه كل قاذورتها ايه وراءها. كل دي مش تصرفات المسلمين. المسلم انسان يحافظ على النظافة وعلى الجمال في بيته وفي بيئته وفي شارعه وفي مدينته حتى في الكون كله، لا يحب ان يلوث حتى الجو للطيور. شوف قد ايه. فربنا يجعلنا مسلمين صالحين. وعن أبي قال: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شجرة كانت تؤذي المسلمين فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة. وعن أبي قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبان بن صمعة قال حدثني أبو الوازع قال حدثني أبو برزة قال: قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به. قال: اعزل الأذى عن طريق الناس. سهل، حاجة سهل، مش محتاج تعليم ولا يروح كلية ولا يتعلم في مدرسة ولا يتعلم صنع. مش لاقي حاجة تعملها وعايز تعمل خير، امشي في الشارع كده ايه ونظف الشارع للمسلمين. يا سلام على الكناس، ده بياخد ثواب قد ايه اللي بيكنس الشارع. وبعض الناس تحتقر هذه الوظيفة مع انها وظيفة جميلة عظيمة. ده كانت في امرأة سوداء تقم المسجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت بتكنس المسجد. امرأة سوداء يعني ايه؟ يعني رقيق، يعني حتى ليست حرة وانسانة بسيطة الحال. فافتقدها النبي فسأل عنها، قالوا دي ماتت يا رسول الله ودفناها. قال: هل أذنتموني حتى أصلي عليها؟ فأروني قبرها.
خدوه ومشي الرسول صلى الله عليه وسلم في طرق المدينة في الشمس وفي التراب عشان يروح لحد أبرهة، وقف عند قبرها يصلي عليه. شوف ادي، واحنا نحتقر بعضنا البعض ونقول ده كان ناس، ده زبال، ما يصحش. كل واحد بيؤدي وظيفته، انسان محترم في وظيفته والناس محتاجه هذه الوظيفه، فهمت ازاي؟ ويتعبد الله بهذه الوظيفه. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو بكر بن شعيب ابن الحبحاب عن ابي الوازع الراسبي عن ابي برزه الاسلمي ان ابا برزه رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني لا ادري لعسى ان تمضي وابقى بعدك فزودني شيئا ينفعني الله به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل كذا افعل كذا. ابو بكر نسيه وامر الاذى عن الطريق، وامر الاذى عن الطريق يعني وازل الاذى عن الطريق، يبقى امر يعني ازل. ونقف على باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي. يبقى لما نهينا عن تعذيب الانسان نهينا ايضا عن تعذيب الحيوان، وكما امرنا ان نحسن للانسان امرنا ان نحسن للحيوان، في كل كبد رتبة اجر. هكذا هو المسلم رحمة للعالمين لانه رسول الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. نقف عند هذا الحد، نكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر امورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، وفقنا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونلحق بس بالحديث اللي بيحط بقى التفجيرات في شوارع المسلمين عشان تنفجر في المسلمين، يبقى ايه حكمه؟ اذا كان اللي بيرمي شويه قاذورات بسيطه لا تؤذي المسلمين الا في المنظر او في الرائحه حرام من الكبائر، فما بالك بقى اللي يضع مفخخات تنفجر في مسلمين ابرياء ويدعي ان كده بيجاهد في سبيل الله؟ يعني ده على الهامش بس عشان نشوف الهم والغم والفتنه اللي احنا فيها وكيف بعدنا عن ايه عن ديننا ومقاصد ديننا. اللهم سلمنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.